يريدون أمرا واحدا.
وهو أن تحترم دولة كبيرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله يا رب العالمين. الآن 17 ديسمبر 2010 اليوم يوم على الاثنين، هو الاثنين لندي. سبعة مارس 2022 كان كنت تسمع، وربما ما قاعدين تتجسوا. الله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنا ما عنده حتى واحد، وحده يحكم الكون بأكمله، الدنيا بأكملها، فهمني؟ وقلت لكم مقبل روى عشقني الله سبحانه وتعالى، عشقني عشقا في أكثر من مجنون الليل. تسمعوا بها مكتبة بقريتها مجنون الليل، ما حبش يعطيها له عم مات، هزها رب على ولد خوها على ليلى. نعرفوها ليلى، نعرفوها مرت زي العبدين ملالية اسمها ليلى، فهمت؟ وهزها هو عم مش خير مش بيا لي، يعني يعتبر وهزها. أنا قرينا الناس كلها مجنون ليلى، بقول لك مجنون ليلى، فهمت؟ إيه هزها ربي شوية ماتت في الطريق، أنا بيت الصابون 2 و3 ما تحملتش، صر عليها الوسخ ياسر ما تحملتش باش تنظف، تخنقت ماتت، وهي خلطت عليها هو عشيقها اللي هو يعتبر ولد عم أخوه مجنون، مسمينه مجنون ليلى، زاد مات فوق قبرها. توا كان مجتمع هكا كنتوا تسمعوا في صورة المعوضات، وثم شكون يدخل أبي يوقف من بعد ما رجعتوا، فهمت؟ إي ثم ما تعرفوا الحياة نوعين، فهمت؟ ثم ناس
من عندهم روح من الله سبحانه وتعالى مع بيت الصابون ومع النفس. وثم ناس من أحياء أخرين نور على نور معجزة الله سبحانه وتعالى. هذا ما معروفين اللي معناه جسمانيا وجسديا فهمتني، وروح عطيها ربي معاه بيت الصابون. ما فسرت لكم كل شيء، وفسرت لكم المخ اللي معناها فهمتني اش يعمل اش يعمل واش يعمل واش يدن. حتى الفيروس كوفيد 19 عندها مخ، كنتم ما تعرفوا عليه شيء. والله سبحانه وتعالى قال لهم يعطيه المعطيه الملفات فهمتني، ما يكاتب السر نتاعو فهمتني. وحتى والدي دراه معاه فهمتني، محمد بن ابراهيم الناس خاب محمد ان اخر الرسول اخر الانبياء ثلاثه نكت. والبارح تحاورت انا وامي وسمعته اشنو سمعتوش، ما قاعدين نتجسم. وهاني تو طليت نلقى معناها فهمتني لوح وشباك لا نشبيني على بن صالح انا ولا على جاري زين. بن صالح صارف عليه 1,400,000 عدو تنفيذ وفلوس ومشيت للمركز فهمتني. قال لي انت انت نرجعوا القضيه لوكيل الجمهوريه. قلت له ولدي ابو ولاد فهمتني ومازال حي اللي يبحث في الباحث الابتدائي. والله وليد اخر متربى فهمتني. قلت له مازال حي اخي، خلطت عليه في قهوه، اني قهوه تحت الجامع فهمتني. فتك علي وتعمل جلسه مكتبيه وعلى الحجامه تاع خويا معناها فهمتني. معناها تهمتني اللي انا خذيت الملايين وخذيت الكراء وخذيت كل شيء ماشي في بالها فهمتني. سامحت كنت نجم نطلب مليارات معناها سمعه العائله، وانا معناها مكوني مربيني على قدر الله سبحانه وتعالى من اللي عمري عامي الى الان. معناها الله سبحانه وتعالى يقول لك الله سبحانه وتعالى، شكون يغلب الله وشكون يعمل له. توا كان مجلس الامن القوم الشامل والدفاع القومي الشامل المجتمع، من جملتهم المجتمع ثم ملك الملوك الغلاف الجوي اللي كان في يرمودا، وملك الملوك البحار اللي كان في يرمودا مخلص في يرمودا، والاخرين مستشارين اعلى. فهمت انا ما حبيتش نقول لك، رديتهم المستشارين الاعلى ليا فهمت. خلي الله ربي سبحانه فكر هو الترأس الاجتماع، قال لي اقرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ما عنده حتى واحد. ولهذا انت الوحيد اللي قبلتك في الكون الكل والدنيا الكل، حتى ملك الملوك الغلاف الجوي واللي معاه واللي عنده كل يخدموا معاه. فهمتني مش مستعرف بهم، مستعرف بهم انسان مثلكم فهمتني. يبكي انا بكيت بكيت امبارح بكيت اليوم، اني مش نحمل خاطر عندي احساس قوي ياسر. وقلت لكم انا صغير، وقلت لكم انا صغير كتبت على جوجل مابس ما فهمتوش، قال لي اكتب على اليوتيوب. كتبت على اليوتيوب ثم اللي حاجات انا تدخلوا فيها تقصوهم. انا وكلام الله، الله ما يتكلمش، انا نتكلم باسم الله. هو يتحكم فيا اتصال على بعض، اتصالات رقميه من الكوكب رقم 2 بهذا محمد اخر الرسل والانبياء فهمتي. حاتوا بحجر على امته شنو كيفاش ولت الاسلاميه فهمتي، حب عربيه ولا مسيحيه، ويتكلموا بالفرنسويه ولا بالانجليزيه ولا باللغات الكل، المهم يكون مسلم فهمتي. يعني اللي اكثر من الصين الشعبيه رئيس نتاعها معناها الله سبحانه وتعالى قبل، قال لي تقبلوا. هو انا حاولت باش ندخل رئيس مصر، أنا يعني كنت في العشية كاملة مش ندخل رئيس مصر ترفض فهمت. وبعثت لكوكول ما بصيرت أنا كل شيء بالدليل، بعثت لوزارة الخارجية تاع المغرب، بعثت لوزارة الخارجية تاع الجزائر فهمت. وأنا ماذا بيا ناس كل خيان، ناس كل أحباب، ناس كل قال لي ما تغلطش غلطة محمد رسول الله. رسول الله لما تخلى المكة فهمتني 99 من اليهود بالواو
وهو ألف معناها فهمتي سامح لي عاد أبوه. قال لي لا العين بالعين فهمتي العين وكان ينفذ العين. قال لي كيفك أنت وأنت أبوك اسمه محمد علمك معناها البغض له والكره له ودولة القانون والمؤسسات فهمتني وعلمك معناها فهمتي باش تكون معناها الظلم له معناها باش علموني والدي أمي شريفة محمد إبراهيم فهمتني. حتى جدي إبراهيم كيف قعد معايا 3 سنين جدي إبراهيم وقال لي أنت إنسان طب خذيت رضيت والدي خذوا لك امرأة اللي حبوا عليها هم ورغم اللي معناها يجوك الفرنساويين والأمريكان وتزبيهم الغادي وخلطهم وسبان وكل شيء سمعت كلامهم عملت العائلة الموسعة وكانوا قبل العائلة الموسعة من الجد مثلا جد إبراهيم عنده عبد الله واللي هو قال وصريه تو هو الكبير عامل تنظيم العائلة من قبل يعمل في تنظيم العائلة أنا يعني قلت لكم معناها فهمتي عبد الله واللي هو إسرائيل مرته تعمل تنظيم العائلة قبل فهمت لا فايدة باش ندخل في التفاصيل ماش ندخل حتى شيء القرار اللي أخذها المجلس القومي فهمتني الشامي والمجلس الدفاع القومي الشامي فهمت والله سبحانه وتعالى يعرف كل شيء راه مشي معناها كي حاتني انا ما يعرف حتى شيء. ملك الغلاف الجوي يقوض له ملك الشياطين يقوض له يعلموا العصافير تعلموا الاشجار تعلموا حتى من الحيوط تعلموا حتى من الحجر يعلموا على علاش يقول لك كل نفس ذائقة الموت ماشي واحد يشترى سيارة وقاعد طول عمره فماش واحد خذا برطمان حجر وقعد طول عمره فهمتني هكا تشوفوا في الآثار الله يعطيكم ربي دليل ناس بكري معناها تشوف خلوا كل الآثار طايحة رومان وقداش الإمبراطورية الرومانية طاحت وقداش الإمبراطورية العثمانية طاحت وقبل لوسي ولقيتوا بآثار حتى انت ملايين السنين التالي ولهذا الله غالب علي وعليكم أعطاني توكيل مفوض شامل تنفيذي فهمني وافقوا عليه ملك ملوك الغلاف الجوي ملك ملوك الغلاف البحار والمحيطات والأنهار والأدوية وملك الغلاف الجوي فهمني تاع الأمطار ملك الغلاف الجوي تاع البرق ملك الغلاف الجوي تاع الساقة من الحصيلة الملوك الكل الملوك نتا معناها غضب الطبيعة تاع البراكين كله واف 100% 1000 على 1000 واني باش نكون انا الوحيد الانسان اللي معناها فهمني ياخذ ويسمع كلام لان فهمني هم منو فمعين الشيطان معلاش حقر ادم هي عنده الحق راه فما فرق ما بين واحد منور وما بين واحد أنا فهمتي وننح أو توضى أو مجلس ما مخصوص أو ستاك يزيدوا في الضوء أو الدولة تفقر هم زادوا في الخبز أو الخبز ما ذماش وما أقول لك المقربون أو لهم معرفوا هو بعث قال لي أنا بعثك كما قولا كما بعث محمد فهمت على سنبوك بعث العرب عرب مش عاب بالفتحة عرب منا عائلته رب والله عائلة الله ولهذه القرارات الكل جميع القرارات كما جوجل مابس وقت عمل جميع القرارات اللي خذيتها أنا والله سبحانه وتعالى موش غضبة فرحة بالعكس يبوس فيا ويعني قدام أمي أصلانية هما كأني عايشين توك كما عايشين في الأرض لو غير ما ما ياكلوش برك ما يمشيولها يشموا شمال فهمت التفاح اللي يفوح ماني وريتكم انا التفاح يشموا شمال هذاك هو فهمت هذاك هو الغذاء نتاعها فهمت اما كل شيء موجود في جنة الله سبحانه وتعالى نور على نور يقول لك الدقلة نور على نور الزيت نور على نور الطين هو الكرموس نور على نور يعني اعطاكم ربي دليل محمد محمد نحط 3 نكت
معناها عمومية حجروه فهم عملتوا انتوما كما عملوا الدولة الهاشمية توا فهمتي الأردنية عائلة الحاكم انتوما اللي سمعتوا كل حتى من رئيس الدولة قيس سعيد ولهذا ألغيت جميع المناصب ألغيت تماما وكلكم الله سبحانه وتعالى هو ترأس الاجتماع المجلس القومي الشامل وترأس الاجتماع مع بعضه هو الاجتماع والمجلس الدفاع القومي الشامل للدنيا والكون بأكمله 30% من الغلاف الجو فهمت وأن ترأسه بنفسه قال لي أنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ذري كنت تتفرجه الباب معناها في النور باش يتبع فهمتني قبلني قاعد نخدم بالسرقة أنا راني نخدم بالزهر وما نخاف حتى من واحد وتعرف وأن الاتجاه الإسلامي والمذهب الوهابي هاجمتهم بسيدي بوسعيد على طول صوت وما نخاف حتى من حد وجاء فرخ فهمتني عندي أنا فرخ فهمتني هذا راديو على أساس فروخ تكلموا تكفل مع تكلفوا فروخ يتجسموا فهمتني على الله سبحانه وتعالى ما يعرفوش حتى يتوضوا في ما يعرفوش حتى يدوسوا ولحمهم ممسخ وناتن وقال لك النظافة من الإيمان من المعنى من الله من سلوك الله سبحانه وتعالى والوسخ من الشيطان معناه ملك ملوك الشيطان يحب الوسخ ملك ملوك الغلاف الجوي يحب الوسخ فهمتني ملك ملوك البحار والأنهار وكل شيء يحب الوسخ فهمتني وهذيك علاش هي معناها فهمتني عملته كما يظهر لكم انتم في الكون ولهذا ربي عينكم فهمتني الحياة ثم حياة أخرى حياة أخرى نور على نور وكي أنا مثلا لو أنا ملي حبيت الموت وأنا اللي التو عشور الغلاف والتو بنتي سبعك سيت عليها فهمتني وقلت لها هذه طلبتها قلت لها خير خير هز علي روح وصبيت الصابون نتاعك والأساس نتاعك وهذا ولا بالحاضر وبالدليل نتكلم بالسرقة أنا علاش كلام من خايف منكم من مخافكم من الله سبحانه وتعالى من قبل حتى من كنت نخت وكنت النجم نولي ملياردير وبالدليل تو تجيبوا الصحافه ونعطيهم الدليل ما تشدوا عليا شيء ورقه ما نهزهاش ستيلو ما نهزوش وعندي عبد الله بن سعيد مخل ابو جوزه دجاج جندوب في بلاصته معناها فهمتي من لحم ودم وانا الحاجه الباهيه ناخذها من له مركز التموين في نهج تركي اللي نحبها لي أنا فهمني ولهذا قال لي أنا قبلتك على حسب ما خليتك كعب تسمع بيديكم على حسب ما خدمت 45 سنة معناها موظف دولة للدولة الدولة جنوة الدولة الدولة هذا فارغ ما عندها شيء الدولة مساحة فيها شعب يجي دستور يجي محاكم تتكون يخدم الشعب ينتج الأرض كنوز الله هو خدمة الأرض سقوا الأرض باش يخلص الضرائب بزايد فهمني ومعناها ينجم معناها فهمتي تاخذ حتى كنخذها وقروض يرجعوها فهمني ولهذا لا فائدة منكم معناها بكلكم الكون الكامل يكوكب الأرض كامل يكوكب الأرض كامل فهم 100% 1000 على 1000 مثل اللي يقول لك بعصوص كلب ومعوج هو حطوه 100 سنة في الكسب يخرجوه يسخبوه مش يطلع مصوبة بس لا معوج انتم كيك بشعبكم برئيسكم ملككم سلطانكم الكوكب الأرض الكل فهم بايدن رئيس البيت الأبيض الواحد بوتين تاع رئيس الصين كلكم على بعضكم 100% 1000 في 1000 وأن الشيطان أصبح مسيطر على ملك الفكر نتاعكم انتهى موضوعكم اللي غالب علي وعليكم القرارات المتولي سرية كما تعرفوا الزلازل زي بحلاوة النوم البراكين تعرفوش عليها وقتش تصفر مهما تحاولوا مهما بتعملوا من بحث علمي موصلتوا حتى النتيجة رأوا التو
قطرة ما عبارة دمعة ملعين فهمتني، هبطت على المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والمحيط مدري شنو والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، ما كانوش هذا، هي الأرض كانت مستطيلة قطعة واحدة، فهمت، التام الثالثة التام الرابعة هكاك، مع انتهى الموضوع ما بيني وبينكم، لا تدوروا بيا ولا ندور بك، فهمتني، اللي بالقرار باش ناخذ وناخذ سري ونعطيه المعناه العبد للتنفيذ، ما تعرفوه مع عبد التنفيذ شكون، ملك الملوك الغلاف الجوي كان شاد يرمودا، ملك الملوك تاع تريانجل يرمودا، وملك ملوك البحار اللي كان شاد، ملك الملوك تاع تريانجل مثلث يرمودا، فهمتني، أنا تو مش نخدم كل الله سبحانه وتعالى بالضبط، ألف على ألف، مئة على مئة، لخاطر أنا الله فهمني قدام الحاضرين الكل. قال أمر المخلوق هذايا، فهمتني، الإنسان هذايا حيرني في أمره، فهمتني، كي هو كي أمه كي بوه، فهم بحذايا بوه وأمه، فهمتني، قال أم بحذايا، قال لي حيرها، قال المخلوق هذا وحي حيرني في أمره، وكان لكم علي أنا، أنا راني من 2001 من 18 جانفي، طلبت الله قلت له خوذ نتاعك، منكم ليه الدنيا، منكم ليه الفلوس، منكم ليه القصور تبنوا بيها، منكم ليه الكراهب تجروا بيها. بفلوس الشعب القليل، منكم فيها الناس قاعدة تموت بالشر، الحروب كتسبوا في كرواتيا، الناس كيفاش هاربة وليدات صغار، والله ربي سبحانه، أنا مش نبكي يعني، ربي سبحانه يعبد الصغار، فهمتي، أكثر من يعبد نفسه، لكن الله سبحانه وتعالى، بالمعنى بيت الصابونة نتاعي نظيفها، الحمد لله يا ربي، ومعناها بيت الله، والله سبحانه وتعالى بيت الصابونة نتاعي نظيف، الحمد لله يا ربي، الاثنين نظهرنا احنا الاثنين. أنا إنسان والله سبحانه من نور على نور المعجزات والمعجزات، أما أنا إنسان عندي نور، وش ما عندي شكون ما عنديش نور، ما نبقاش حي، أما عندي لحم وعندي عظم ونمشي للتواليت، وأنا كنت في التواليت تو ما كلمتكم لهنا، كنت في التواليت ونظفت روحي، خاطر الله سبحانه وتعالى ما يتقابل كان مع إنسان نظيف، تاه معناها نظيف من الوسخ، ولهذا أنا يزيني فديت منكم فهمتني ليل ونهار باش نمنعكم 15/7/2017 يظهرلي ساعتين ونص تاع الليل منعت معناها فهمتني شمال أمريكا وعلمت معناها اللي معناها رديتهم في بالي معناها عائلتي فهمتني ولاد إسرائيل خلي يقولوا إسرائيل مثال علمتهم ولوا ضحكوا عليا معناها أقرب الناس لي ضحكوا عليا عملوا كي لمين بن سليمان في الخياطة يصخابها التاجوري معناها من العائلة هو منجحش في الامتحان اضطرت واضطرت معها تسعة فهمتني وكاتب رسالة اللي أنا سرقت وصح فيها هو الأول وقدامي في الدار وما جاش قال لي ومعناها ورجعوا ولا رئيس معناها فهمتني رئيس فرق متنقلة ويهز يملك معناها رزق الله يملك الدولة ويركب فيها للناس على حسابه هو وكتبت هذا كل شيء وزير الداخلية معناها ردني مهبول تو الحالي هذا ولكن نقول له يا وزير الداخلية أنت المهبول أنت الله سبحانه وتعالى موش مهبول وكون جيت تفهم تنجمش تصنع حاجة صناعة الكون أنت تنجمش تعمل حاجة تنجمش تحوز البراكين تنجمش تحوز معناها الزلازل تنجمش تحوز العواصف تنجمش تحوز هاي يجيب ما عندك وزير الداخلية وجيت نكمل معاه وزير الدفاع مسمينه الغول والغول بالكوكب رقم راه معناها منظومة السمس رقم 2 فهمتني نفس الشيء يعملها لاشي بالنسبة لي أنا انتهى أمري معكم أنا قال لي احسب روحك مية تجسها دينك لك الدود والتراب والإدارة العلمية للروح نتاعك وبيت الصابون ومعها الأساس ومعها النفس فهمتني عندي أنا هكا وقال لي احسب روحك هكاك لا أكثر ولا أقل ومعاش نزيد معكم حتى شيء وتو نقول لكم اسمع واصلوا وزيدوا واصلوا وزيدوا واصلوا وزيدوا واصلوا هذاك الا اللي يفكر بكم الكل كي قيس سعيد كي رئيس امريكا كي رئيس فرنسا كي ملك كي رئيس مصر كي ملك السعوديه كي ملك الاردن كي 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 الى اللقاء ومعاش تدوروا بي ولا ندور بك انا الله انا هو الله الله سبحانه وتعالى هكا مالي الاداره العلميه نتاعو وريتها لكم نزيد نوريها لكم تو نزيد نوريها لكم توا ما فيهاش الشيطان، أربعة ما فيهاش، فهمت.
جيت نوريها لكم تو خلنا نحي من الكومون هاني وريتها لكم تو هاني وريتها لكم تو نجي نوريها لكم ما فيهاش هذا الضرب لا ما فيهاش هذا الضرب ما فيهاش هذيك هذا الضرب زيد العدد ثلاث فهمت يعني تاع الله سبحانه وتعالى اللي ماخذ منها نسخه مطابقه باصل 100% 1000 على 1000 في مخي انا ونقول لكم ربي يعينكم واصلوا تعاملوا مع ملك ملوك الشياطين اعملوا التهبوا واصلوا وتعرفوا الشيطان عدو الله فهمتني اكبر عدو عدو الله ويتحالف ومع الملك خان الله ويتحالف من ملك غليف الجو حتى تعين جديد معناها خير زاد خان الله الملك ملك البحور زاد خان الله تحالف مع ملك ملوك الشياطين ربي يعينكم من الناس الكل الناس الكل ظهرتوا خونة معناها في بالي معناها الناس كيفي ثقة كيفي معناها فهمتني معناها تعطوا ثقة كيفي ولا غالب ظهرت ولا غالب عليكم برؤساء دول نتاعكم بعساساتكم بخدماتكم بعوانكم ببساطة قليل نادر جدا نادر جدا معناها فهمتني تلقاه إنسان عادي ولا الإنسان هاك الفقير اللي ما يكسب شيء ياخذ قديم ويعديها بخبز ما بكاس حليب ولا كاس ماء يقول الحمد لله يا رب وانتم عطيكم ربي معناها زي لكم الشيطان الدنيا ربي يعينكم خلي زي لكم كم يحب هاي شيخ روحكم ما نقول لكم هاي.